ما أسباب ضعف حركة الجنين لدى بعض الأجنة في الشهر السادس؟ هل يدل ذلك على أمر غير طبيعي؟ وهل هناك من طرق يمكنها أن تزيد من حركة الجنين؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل، وأتمنى منك عزيزتي دعم قناتنا عبر الفيسبوك قناة الحمل والولادة بالاشتراك والإعجاب حتى يصلك جديدنا دائما، وستجدين الرابط في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. مرحبا بك من جديد. في العادة تبدأ الحامل تحس بحركة جنينها خلال الثلث الثاني من الحمل، أي ما بين الأسبوع السادس عشر إلى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، وفي بداية حركته الأولى لن تشعري بركلاته، لكن مع وصولك للشهر السادس سوف تشعرين بركلاته كثيرا وبقوة أكبر، كما أن طفلك يكون أكثر نشاطا في أوقات معينة من اليوم، إلا أنه في بعض الحالات تقل حركته نتيجة أسباب محتملة وهي كالتالي: رقم 1، نوم الجنين. في أوقات معينة من اليوم ينام الجنين في بطن أمه، لذا تنعدم حركته في هذه الحالة، وقد تختلف أوقات نوم الجنين عن أوقات نوم أمه، لذلك قد يزداد نشاط حركة الجنين أثناء نوم الأم وينخفض أثناء استيقاظها بحسب نوم الجنين، وهذا ما يجعل الحاملة لا تحس بحركة الجنين في معظم أوقات اليوم. رقم 2، الحمل لأول مرة. المرأة التي تحمل لأول مرة يصعب عليها تمييز حركة الجنين عن باقي الحركات التي تحدث في البطن مثل الغازات والهضم، وخاصة في بداية ظهور حركة الجنين، على عكس المرأة التي سبق لها الحمل والتي يسهل عليها تمييز الإحساس بحركة الجنين. رقم 3، وضعية الجسم. قد يؤدي انشغالك ببعض الأنشطة إلى عدم شعورك بحركة جنينك، وسيزداد الشعور بحركة الجنين عند استلقائك على الجانب الأيسر أو في حالة الجلوس مع رفع القدمين إلى الأعلى مع تركيزك في حركة الجنين، كما أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى ضعف حركة الجنين مثل انخفاض نسبة السائل الأمينو سي أو في حالة الحمل المبكر أو السمنة، كذلك في حالة استخدام بعض الأدوية والمسكنات. ولا تنسي أيضا أن جنس الجنين يؤثر على الحركة، إذ أن حركة الجنين الأنثى تقل عن حركة الجنين الذكر، وهناك بعض الطرق من شأنها أن تساعد في تنشيط حركة الجنين داخل الرحم مثل تناول وجبات خفيفة، حيث أن ارتفاع نسبة السكر في الدم سيكون له تأثير على طفلك أيضا، ويمكن أن يعمل على تنشيط حركته شريطة عدم الإفراط في تناول الحلويات السكرية، كما يمكن لتحريك بطنك أو إرسال أصوات إليه أن يشجع طفلك على البدء في الحركة من خلال التحدث أو الغناء. إلى اللقاء.